تصدقي سردينة ده ما كانش يبان عليه حاجة خالص؟ حاجة زي ايه يعني؟ يعني اقصد الوطنية والحاجات دي. ما هو بابا برضو ما كانش باين عليه. ايش جاب ابوك للسردينة ده؟ ما هما الاتنين مصريين وبيحبوا البلد. هما الاتنين بيشقوا ويتعبوا عشان يساعدوا الناس اللي حواليهم. بيضحوا عشان يدوا الناس اللي حواليهم. عرفتي بقى ان مفيش فرق كبير ما بينهم وبين بعض؟ بقى ابوكي اللي انتي بتعبديه عبادة بتقارنيه بسردينة ده؟ تصدقي ان انتي مريضة وموضوع سجن ابوكي زود مرضك اكتر. هو انا ممكن اسألك سؤال؟ ممكن تقوليلي مواصفات الراجل اللي ممكن تحبيه وتكنيه له احترام؟ سردينة؟ والله ورخصت فيكي الوطنية يا حارة اليهود. ماله سردينة؟ انجليزي مثلا؟ واد مصري وبسيط وفاهم السياسة بطريقته. أحسن من اللي بيتمنظروا وبيقولوا كلام كبير. جرى إيه يا هارون؟ خلاص ما بقاش فيه أي كلام أقوله ويعجبك؟ حتى لو كان على الولا ده؟ هننسى أصلنا ولا إيه؟ ولا زيد إيه عن سردينة وأنا في سنه؟ أنا آسفة، أنا آسفة للأستاذ سردين. سردينة باشا، صديق النحاس باشا، وسعد باشا كمان. ما هما كلمتين مش هخلص منهم أنا عارفة. آه، واد مصري وجدع وضحى بلقمة عيشه عشان خاطر بلده. خلاص يا هارون. أحسن وأصل بابنك موسى اللي سحب ليلى وراح بيها على إسرائيل. إيه حصلت؟ بتقارن موسى بالولد ده؟ سردينة أحسن منه. الله يخرب بيت سردينة. على اليوم اللي شفنا فيه سردينة، على اليوم اللي جينا فيه حارة اليهود من أصله. خلاص خلاص ما تزعليش، أنا آسف، حقك عليا. أنا مش عايز أي حاجة تأثر على طبعك الجميل اللي أنا بحبه ده. يعني أرجوك معلش. معلش بقى خلاص. خلاص بقى. خلاص. ازاي الغبي ده يعمل كده؟ انا مش فاهم. انا مش قلت له ما يتصرفش من دماغه. انا غلطان اني اعتمدت عليه. المشكله دلوقتي علي انهم لازم يعرفوا العلاقه اللي بينك وبينه. اكيد مش هيصمت تحت التعذيب والضرب. سيبك من التعذيب والضرب يا علي، لو ربطوا بين العناوين الموجوده على الجوابات وبين اسامي الضباط هيعرفوا ان الموضوع وراه ضابط جيش وانت الوحيد اللي ساكن هناك. الموضوع واضح وضوح الشمس يا علي. ده غير حوادث قتل العساكر الانجليز والمتهم فيها المعلم صاحب القهوه. يعني الموضوع مش منشورات بس، لا ده في قتل. القضية واخدة ضجة كبيرة. طب والحل؟ احنا لازم نتصرف بسرعة. أنا عندي فكرة بس يا ريت توافق. إيه؟ ليا واحد قريبي في النيابة، وطني ومخلص، من الناس اللي صارت ضد الأسلحة الفاسدة ونكبت فلسطين. تفتكر ده ممكن يعمل حاجة؟ قريت المنشور اللي نازلينه ضباط زمايلنا، اسمه الضباط الأحرار. هو الموضوع معقد جدا وله أبعاد كتير. الألم السياسي. صاحب القهوة اللي الولد اللي اتقبض عليه شغال فيها وضلوعه في قتل الجنود الإنجليز، حضرة الضابط وصلته بيه وبالمكان اللي هو حارة اليهود، وجود منشورات ضد الملك ومن جوه الجيش، كل دي أشياء تخلينا نقول إن الموضوع مش بسيط ومش سهل. طيب والعمل يا سيادة المستشار؟ أنا طبعا مقدر جدا اللي انتوا فيه، بس أهم شيء إن الولد اللي اتمسك ما يعترفش إنه ليه أي صلة بيك يا علي بيه. هي بس عادتك عارف الإزاء البدني اللي هتعرض له، خليه يعترف على نفسه إن هو اللي قتل أمين عثمان نفسه مش على علاقته بعلي. يعني برغم فكرة الإزاء الجسدي والتعذيب اللي هيتعرض له، بس معدن الإنسان المصري الأصيل بيبان في اللحظات دي. الإزاء البدني اللي ممكن ينتج عنه اعتراف ممكن نسبته في النيابة، وده لصالح المتهم. وفي أحيان كتير القضايا اللي بالشكل ده بتتدمر من أساسها لأن الاعتراف تحت إكراه. طب سيادة المستشار إيه الحلول المطروحة؟ أنا ما بتكلمش عن قضيتي أنا شخصياً، بس الراجل ده غلبان وعنده أسرة. أول شيء لازم تقوموا له محامي فوراً عشان يطالب بعرضه على النيابة المختصة، وبعد كده أنا اللي هقوم بالباقي. أنا فعلاً مش عارف أشكر حضرتك إزاي. أنا اللي بشكرك على وطنيتك وتعريض نفسك للخطر عشان خاطر الوطن. وتطمنوا الليل مهما طال أكيد في آخر النهار. الناس بدأوا يسألوني عن موسى وليلى. هما مالهم؟ قالهم بينا ولا بعيالنا؟ الكلام ده لو كنا عايشين في الزمالك ولا في جاردن سيتي، إنما هنا في حارة اليهود الناس بتعد النفس على بعض. كل واحد يخليه في حيره. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش، ما ينفعش. لازم نحط حد للموضوع ده. هو انت عيالك مش وحشينك ولا ايه؟ اخصى عليك، ده انا يتيمه من غيره. يتيمه برضه وانا موجود؟ ربنا يخليك ليا.
يحوجنيش لحد غيرك. يا أطيب راجل في الدنيا. الله، من زمان ما سمعتش الكلام الحلو ده. الحلو للحلو. الله الله الله، ده احنا هنغني بقى. ضحكتني يا هارون. الهم راكبني. سلامتك من الهم يا حبيبتي. ايوه. في ايه يا راجل عايز ايه؟ بيقول لي عايز ايه؟ روح لينا بالبيت. افتكرت الهم الخوالي. ده كان زمان قوي قوي. مش دلوقتي ليه؟ احنا كبرنا ولا ايه؟ فجر. عندك أمل؟ سمعتيش الست وهي بتقول الأمل لولاه عليا كنت في حبك ضحية. يا راجل اختيشي، ولادنا عرايس. ما في ولادنا دول. يا قول لي رايح على فين يا أبور، قول لي وتسافرت منين يا وابور، قول لي يا وابور. انت لسه بتسمع الاغاني المتخلفه دي؟ مصر وحشتني قوي يا موسى. ذمتك غير امك وابوك، ايه اللي وحشك فيها؟ الطين ولا التراب ولا شحاتين الجوامع ولا مجازيب السيده؟ حتى دول وحشوني. انت لما بتحب الصوره بتحبها على بعضها، ما بتجزقهاش. رومانسيه هبله. اشمعنى انت اللي طالع كده؟ طب ما ليفيا اهو عنده نفس معتقداته، بس شاعر ورومانسي وفنان. ليفي ده حكاية، بيحاول يبان ان هو انسان عادي، بس في الحقيقة هو بطل. لو تعرفي رحلة الاهوال اللي مر بيها لحد ما يوصل هنا. الغريبة انك منبهر قوي بيه كده، انا عمري ما شفتك منبهر بحد. عشان هو يستاهل الانبهار ده. بس الغريبة اللي هو منبهر بواحدة زيك انتي. انا؟ يعني مش واخدة بالك؟ حاسة انه معجب عادي. المكان والغربة مخليه يحس بحاجة من ناحيتي، حاجة كده على طريقة سحر الشرق، حواديت ألف ليلة وليلة. إنما انبهار أكيد لأ. تقريبا بيحبك. سيب، أنا قلت لك 100 مرة خد بالك من الشرق. مش لايقة عليك كانت الآخر. الراجل كتر خيره يا أخي، بيعمل اللي عليك. بيعمل اللي عليك إيه؟ ده مطفش الزباين بتوع القهوة يا عم. وبعدين اللي كان بيجي هنا ياخد على النوتة بيخاف. لحسن اللبون بتاعه يطولهم، بيقولوا بيودع الغفير على طول. ده كان زمان يا حسين، الراجل خلاص اتهد. اه والله، موضوع ابتهال بنته ده، وهو حس انه كبر قوي. وبعدين الكبر مانعه انه يجيب سيرتها حتى كانها ماتت. ربنا يكون في عونه. ربنا يكون في عوننا كلنا. هو العيال حصل لها ايه؟ زينهم والطناني، وبعدين سردينه وابتهال، وليلى وموسى، هم من يوم ما سافروا فرنسا مش راجعين ولا ايه؟ لا لا، اصل موسى لقى شغل هناك، وليلى قالت لي ان السفريه عجباها. يعني يا سلام للدرجه دي؟